السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم RBC's Show. وستكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة سوسن خضر، خليكم معنا. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج RBC's Show. بشرفنا وبسعدنا أن نقدم حلقتنا اليوم باستضافة الدكتورة المبدعة سوسن خضر، مساعدة العميد لشؤون ضمان الجودة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم فريق الـ RBC's، وشكرا لكم لهالتقديم الرائع. تسلم يا رب. أول شيء احكي لنا عن حالك شوي، وين درستي وكم كانت مدة الدراسة تبعتك وكيف كانت طبيعة دراستك بالبكالوريوس؟ أنا خريجة اليرموك بكالوريوس بيولوجي، كملت الدكتوراه في اليونان في كلية الطب في اليونان، متزوجة، عندي بنتين، واحدة طبعا بجوز من أجيالكم أو بجوز أكبر منكم، سنة ثالثة جامعة، والثانية إن شاء الله السنة الجاية بتكون توجيهي. فهاي بالنسبة للوضع الاجتماعي. خلال فترة الجامعية بالبكالوريوس كان النظام التدريس بيختلف كليا عن نظام التدريس بهذيك الفترة عن الفترة الحالية، فكنا دائما يعني ناخذ تلخيص من وراء الدكتور، كان يكتب لنا على اللوح، ناخذ احنا التلخيص. طبعا والتلخيص كان عبارة عن ايش؟ عبارة عن كلمتين ثلاث اربعة خمسة، بعدين بنروح البيت بتخبط راسك بدك تجيب هدول الكلمات، يكون جنبك كتاب، على يمينك كتاب، على شمالك ايش؟ المورد، لانه بايامنا كمان هذيك الفتره ما كان في الجوجل ترانسليشن، فكنا نعتمد كثير على المورد، واللي درسوا بالتسعينات بيعرف شو هو المورد اللي هو القاموس اللغوي. هلا فتره الدراسه كانت تختلف، لانه مرات لما بصراحه لما نكون تعبانين نروح الساعه زيكم نروح البيت الساعه 7 ما يكون لك نفس تدرس. أما بنهاية الأسبوع كنت أجمع كل محاضرات الأسبوع وعملهم إيش؟ زي ريفيجن في نهاية الأسبوع، بس بشكل يومي يعني معدل ساعة لساعتين مش أكثر بشكل يومي. ما شاء الله، إحنا دائما دكاترتنا بالجامعة مبدعين نفتخر فيهم. الحمد لله. طيب هلا شو المحفز والدافع اللي خلاك كدكتورة سوسن إنك تدخلي مجال التعليم الجامعي وتكملي دراستك؟ هلا التعليم الجامعي شوي قصة تانية. اني اكمل دراستي هو طبعي انا كانسانة، من وانا صغيرة كنت دائما بس اخلص مرحلة افكر بالشيء اللي بدي اعمله وراها، زي ما بيحكوا the day and the day after. يعني هاي من وأنا صغيرة، حتى والدتي كانت دائما متذكر وأنا صغيرة أضل أنكوش وأضل أتحرك وتحكي لي إهدي يا بنت ما تعبتي مثلا. فهذا الطبع إنه دائما بس أخلص مرحلة وأحس حالي إني صرت ثابتة فيها، أهم إشي الثبوت، أروح المرحلة الثانية، أروح المرحلة الثانية وهكذا. وطبعا مجرى الحياة تاعي والحمد لله بمساعدة رب العالمين طبعا ساق في الدرب اني اكمل الدكتوراه، وانا ما عليه الان كسوسن، ومن ناحيه وظيفيه ومن ناحيه اجتماعيه والحمد لله طبعا. هلا العمل كمدرسه او العمل الاكاديمي، بصراحه انا اول شخص درسته في حياتي اللي هم كانوا بناتي، فمن هناك حبيت مهنه التدريس، لانك بتعيش أو بتشوف التطورات الزمنية لهذا الإنسان خلال فترة زمنية معينة، وهذا الشيء بيعطيك، مش بيعطيك بس انبساط، بيعطيك حتى يعني شعور بالابتهاج إنك أنت ساهمت في تطور شخصية هذا الإنسان بغض النظر. يعني أنا بلشت ببناتي بس، ونفس الشيء بقيسه على طلابي هون بالجامعة. يعني أنا في طلاب درستهم من سنة أولى، وفي طلاب درسهم أربع مساقات، في منهم خمس مساقات. التطور الزمني تاعهم خلال هاي الفترة كانت
إشي رائع، إشي جميل جدا، وهذا طبعا غير إنه هو إنجاز إله إنه طور في شخصيته جو طور في حاله، بعتبر كمان إنجاز إلي أنا إني ساهمت في بناء ولو جزء بسيط من هذا التطور خلال هاي السنوات. فهذا الشيء أعطاني من هناك صرت أفكر في إني في مهنة التعليم الأكاديمي، وإنك تشارك الأجيال على مختلف تنوعاتها، سواء كانت الجنسيات المختلفة، الثقافات المختلفة، وغير هيك الأعمار الجيلية إحنا بنأخذ منهم كمان، إحنا نتعلم منكم كمان. فهذا الشيء اللي حفزني أكثر شيء على الشغل الأكاديمي. يعطيك العافية دكتورة. شكرا لك. شو أكثر مهنة بتحبيها بعد التدريس الجامعي اللي أنت فيه هلا؟ أكثر إشي بحبه بعد الشغل الأكاديمي اللي هو المختبر. المختبر عالم تاني، عالم خاص فيه. هناك إذا كنت تحب المختبر وعندك شغف في إنك تعرف كيف تشتغل فيه، بيقدم لك أشياء كثيرة، لأنه المختبر بده يكون عندك تنظيم، بده يكون عندك رتابة، بده يكون عندك نظافة لاستخدام الأشياء. فهذا الشيء هناك بلاقي جزء مني في المختبر. فالمختبر الإشي الثاني بعد مهنة التدريس بالنسبة لي. أكيد طبعا. طيب شو الإضافة أو الإضافات اللي بتحب تضيفيها بالتدريس الجامعي عشان نحسن منه مع التطورات بالمستقبل؟ بدك يعني إضافتي الشخصية مثلا؟ لا، كتدريس بالجامعة إنه كيف بنطوره بالمستقبل؟ نعم، يصير أحسن مثلا من نواحي معينة. أوكي، التطور طبعا التكنولوجي بآخر فترة بالذات صار في عنا خليها نسميها بين قوسين ثورة تكنولوجية، وأثرت على السلك أو المجال التعليمي بشكل كبير جدا. أثرت على الطالب، أثرت على المدرس، أثرت على المناهج وأساليب التدريس. هلا بالنسبة للطالب أنا ببسطني وبحب إنه صار في عندهم إيش، صار في عندهم زي ما نحكي مساحة من الحرية والاستقلالية، فصار عندهم قدرة إنهم يدوروا على المعلومة لحالهم ويجيبوها، وهذا الشيء كتير كتير كويس. هلا بالنسبة للمدرس وأساليب التعليم والمناهج، طبعا المدرس صار كمان يفتح مثلا بالنت يشوف الجامعات الثانية شو في عندها الخطط الدراسية، أساليب التعليم والتدريس المتبع، وصار يطبقها في تعليمه. فهذا الشيء يعني كتير كويس. هلا مثلا الإي-ليرنينج كتير كويس للطلاب، وهاي خطوة كتير كانت ممتازة، بتريح الطالب وبتريح المدرس بنفس الوقت، وبصير فيه نوع من التواصل، خلينا نحكي التواصل الإلكتروني ولكن نفس الوقت الروحي، لأنه هو لما يتواصل الطالب مع مدرس ساعة، وهذا بيكون نوع من أنه في عنده خوف معين أو تساؤل معين، على طول بنقله للدكتور تاعه، وعلى طول الدكتور تاعه بيستجيب. فالإي-ليرنينج أنا من هون يعني بحب أحكي أنه الطلاب يدخلوا ويعملوا أكتيفيشن للإي-ليرنينج ويستخدموه، وغير هيك لأنه كمان الشغلات الإلكترونية الإي-ليرنينج والكتب الإلكترونية بتوفر أنك تمسك أوراق، فبتوفر عليك جهد، وغير هيك بصير عندك مكتبة إلكترونية خاصة فيك. فهذا الشيء يعني إحنا شغالين عليه هون بالجامعة، إنه نحفز طلابنا إنهم يسلكوا هذا الشيء. طبعا أنا بتمنى، لأنه صار في عنا هلأ النت عالم مفتوح والمعلومات عالم مفتوح، إنه يكون في عنا أمانة في عملية استخدام ونقل و خلينا نحكي مشاركة المعلومات، لأنه هذه بتبين هون إحنا كمستخدمين سواء كطلاب أو كدكاترة أو كمدرسين، بتبين إنه السلوك تاعنا ومدى الوعي تاعنا. فبتمنى من طلابنا، وما شاء الله يعني طلابنا عندهم الوعي الكافي إنهم كيف طريقة الاستخدام، لكن دائما إحنا بإيش بدنا نطور حالنا وذاتنا وعقلنا باستمرار. أكيد إن شاء الله دائما نكون إحنا متطورين بجامعتنا إن شاء الله. دكتورة، هلأ شغفك الذي تمارسيه باستمرار ولم تتخذيه عملا؟
هلا بصراحة الشغف تاعي إذا بدنا نسميه شغف بالطريقة هاي، بحب أقرأ كتير فلسفة، وكنت حاب إن يكون عندي فسحة أو مجال من الوقت إني أقعد وأكتب. هلا الكتب الفلسفية طبعا أنا بلشت بالبداية أقرأ لكتب الكتاب الغربيين مثل سارتر، مثل نيتشه، مثل ديكارت، أوكي، بس بصراحة الفكر تاعهم ما أجاب على الكثير من الأسئلة الوجودية اللي كانت موجودة عندي. ففي لحظة من حياتي هيك عملت شفت شوي وبلشت أقرأ عن الفلسفة الإسلامية وبالذات التصوف الإسلامي. فهناك على فكرة لقيت كثير كثير من خلال الفلسفة تاعتهم تساؤلات وجودية أو حتى شغلات كانت تصير بحياتي أنا أحكي طب ليش صارت هيك أو ليش هذا الأمر تطور إنه صار هيك. فمن خلال قراءتي وتعمقي في الفلسفة الصوفية التصوف الإسلامي حلل لي أشياء كثير كثير تساؤلات كانت في حياتي، لأنه التصوف الإسلامي مبني على ثلاث شغلات، أو الفكر الإسلامي مبني على الله، مبني على الإنسان والطبيعة، وكيف علاقتهم هذول الثلاثة مع بعض. بينما الفكر الغربي للمفكرين اللي حكيت لكم عنهم مبنيين على شغلتين تنتين أساسيات اللي هم الإنسان والطبيعة، ومغيبين مين؟ الإله اللي هو سبب وجود كل هاي المكونات. فبنصح الطلاب اللي بيحبوا مثلا فلسفة واللي بيحبوا الشعر إنهم يتجهوا للشعر الصوفي والفلسفة الصوفية، لأنه عن جد فيها معاني وجودية رهيبة جدا جدا. هلا احنا بنعرف انك خرجت اليونان دكتوره، فحابين نسمع منك اشي هيك تعرفي عن حالك باليوناني اذا بتسمحي. بس مش تضحكوا. هلا اللغه اليونانيه، بس بحب احكي لكم شغله على فكره، اللغه اليونانيه واللغه العربيه، اللغه العربيه هي لغه الروح، لانه عن جد فيها معاني روحانيه كتير ولا تحصى. اللغة اليونانية هي لغة العقل والفلسفة، وأنا عن جد مبسوطة جدا جدا إني قدرت أجمع بين اللغتين، لغة الروح ولغة الفلسفة والعقل. هلا بدي أحكي لكم نفس التعريف اللي حكيت لكم إياه بالبداية بس تقريبا باليوناني. ميليني ساوسان إيمي ميتيرا يذيو بذيا ذيو أومور فاكوريتساكيا تي ياسمينا كتي سابرينا كنت سغبو بارا بولي أغبو بارا بولي تدوليامو كتاب ديامو كيف خارجتو بارا بولي. شكرا لكم. جميل، إن شاء الله مثل نتعلمها بالمستقبل. إن شاء الله إن شاء الله، لأن عن جد لغة لغة عقلية فلسفية بحتة، لغة كثير جميلة، صعبة طبعا بس جميلة جدا. العلم زين فكن للعلم مكتسبة وكن له طالبا ما عشت مقتبسة. وهيك صار فينا ننهي حلقتنا اليوم، انتظرونا بحلقة جديدة مع شخصية جديدة.